السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك الخوت، وتحياتكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه مع العثمان ودار بها الاخوان تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان اليوم حنا كنتواجدوا في السوق الاسبوعي جمعيه العراش شبيع غريم قلعه السران كنخوت بتاريخ الاخوان 15/9/2023. اللهم بارك، الله يدير خير، وتحياتي لخوتنا واحبابنا اللي كيشاهدونا وكيباردوا. تحيه خاصه تبارك الله، الله يدير خير، وتحياتي لكم الخوت. اي واحد الخوت دخل عندنا جديد يتابعوا معنا ودير معنا شي كومونتير وش لايك وش بارطاج، خير منكم الاخوان تبارك الله. هادشي راه كنديروه باش الناس تولع الاخوان وتشوف السوق وتشوف الاسمنه. ونهاركم مبروك، وتحياتي للخوت والحباب اينما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن تبارك الله. الله ييسر الامور، الله يدير لفا الخير، ونهاركم مبروك وجمعه مباركه على جميع المسلمين داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله. اللهم بارك، وندوروا دوار الاخوان تبارك الله، ونبداو بالسلعه الخوت ديال هذا الاخ تبارك الله. اللهم ييسر الامور، الله يدير الخير تبارك الله. والعم السلام عليكم، دير بخير، صحيح مزيان، الله يحفظك، الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا؟ الله يحفظك. 55 2750 درهم الخوص. 55 2750 درهم. اللهم بارك، الله يدير الخير، الله يسر عمر جميع الناس تبارك الله. كاين المليح الاخوان تبارك الله، والثمن توا راه كاين الخوص، راه فين ما مشيتي راه كاين الثمن في اي سوق الاخوان تبارك الله. الله يدير الشتاول ديال الخير، ونطلبوا الله تيسير الخوص. اللهم بارك، يا ربي يسر عمر جميع الناس تبارك الله، طلبوا الله تيسير الخوص. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك الاخوان على سيدنا محمد تبارك الله تبارك الله. ندورش دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن. الله ييسر الامور خويا، الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. وتحياتي للعم الحاج تبارك الله، اللهم ييسر، الله يدير لفا الخير. حولياتك راه كاملات مكمولات اليوم، 10 الحوليات شدت فيا 10 الحوليات ديالك ها هما، ولكن راه المليح القرقع المليح تبارك الله. الله يسرك عمر، الله يسر عليك، كلهم مواصفات كلهم زينات. هادشي اللي كاين هو تبارك الله، عمي الحاج راه نوصل للدار ان شاء الله باش نحسب ونراقل معاك المسائل باش غتصيفط لي الامانه اليوم، باش ان شاء الله غدا ان شاء الله باش نصيفط لك الامانه ديالك. الله يسر عمر، جرب بس فيها نجر وري ما تعب بعدا، ما تعاف المليح تبارك الله، ما تخليش تهرب. راه السعد هذه، راه هذيك كتفي اللي عندك، شد كل شد وحده راه باينات تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عم الحاج تبارك الله، تبارك الله، سلعه زينه. اطلق اطلق هذيك، اطلق اطلق تبارك الله، الله يبارك، الله يسر الامور، الله يسر، الله يحفظك خويا الزين. ولا ما كان مليح؟ لا زين تبارك الله. سير شويه، سير شويه السعيد، سير شويه، سير شويه، ها شويه هاكاك تبارك الله، صافي تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك الخوت تبارك الله. وهاد السلعه خويا فهمتيني، هادي مشريه ب 34، هادو ب 36.5 للوحده هي وختها، وهذيك راه ب 34. داكشي اللي كنقولوا رزق الله. زين السعيد هكاك العوين، هاد الرجيلات كلشي ناضي، كلشي هو هذاك، كلشي مريق. شد السفيان، شد السفيان، هذه من رجلها، شد هاد تبارك الله، ما نعاودو هاد راه تبارك الله. دوز لها السفيان هاك، شد الاخرى حتى هي هكاك، الله يرضي عليك هاك تبارك الله. بغيتي المليح راه برعناك في المليح من الحاجه. داكشي اللي كاين هو هاد، والله يسر الامور. المواصفات اللي بغيتي ها داكشي اللي كاين كاين تبارك الله. اللهم يسر، سير الساعه شترجيهم اخويا، شترجيهم صافي، شترجي الامانه ديالو، الله يسر الامور. ومن غنوصل للدار ان شاء الله راه غنصورهم لي كاملات فهمتيني، كاملات ونحسن معاك، والله يسر الامور، الله يسهل عليك. النعاج راه ديال 110 ان شاء الله، 120 ان شاء الله، الله يسر الامور، يا ربي يسر. سير السعيد، سير شترجي اخو السعيد، شترجيهم شترجيهم اخو السعيد، سير. حنا هاد الامانه هادي راه كنجريو فيها من تالي ديال الصباح، وانا نجري وليله لا باش نشريو لك الزين والمليح، خاصنا باش نشريو حاجه اللي تكون اصلي ها الورده بحال هذه. والله في فقيه صالح، والله ما يبيع لك حتى ب 40، والله ما يبيع لك ب 40، ولكن هنا راه كان الناس كيحشموا منا شويه. سير شد السعيد، سد سد اخويا سد، ونرجعوا للسوق الخوت ونشوفوا الاسمنه. ونهاركم مبروك، وتحياتي لكم الخوت، الله يدير خير، الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. الخوت هنا كاين 24 حوليه الاخوان تبارك الله، سلعه زوينه الخوت اللي بغى يسمنا الاخوان تبارك الله، ديال الاخوان تبارك الله، وكل شيء ديال الله الاخوان تبارك الله. اللهم بقى على السفير خلال جلج تبارك الله. اللهم يسر الامور، الله يدير خير، ونطلب الله التيسير. واللي يبغى الاخوان راه مرحبا بعدا في السوق، الله يسر، الله يدير فيك سعيد. تبارك الله، اللهم بارك اخوك، الله يدير خير. مال هذيك ما مكاها، خليها هذيك زاكيه مقيده هذيك غلب تبارك الله. وهذه الاخوان راه باش طايحه الخوت، راه ب 28 و800 الف و90 درهم الخوت. هذه باش طايحه الخوت بالوحده، بالوحده الخوت، وغلم زوينه نقيه وفيها ثمن زوين، ثمن مناسب للخوت على السوق تبارك الله. راه ثمن زوين الاخوان تبارك الله، السلعه الخوت راه مقاد، سلعه وحده وغرس واحد الخوت تبارك الله. بعتها هنا الله يسخر، بقات عندي الخوت اللي بغاها، راه مرحبا بالخوت تبارك الله. دوز السعد، دوز 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 دوز، ها بشويه بشويه
تبارك الله، زيد 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 اخوك زيد تبارك الله، اللهم بارك الخوص، الله يدير الخير، الله ييسر امور جميع الناس، تبارك الله. نطلب الله تيسير ما سلعه وحده وسلعه مقادر الاخوان، كان 24 راس واللي بغى الخوت بعناه الله يسخر، ما بعناهش مرحبا، تبارك الله. سلعه وحده وسلعه زوينه الاخوان، لا عبوب لا ديفو لا والو لا حتى حاجه، السلعه ديال الكسيبه الخوت هذه اللي بغى يسمنا الاخوان تبارك الله، راه سلعه زوينه. الله يبارك، الله ييسر امور جميع الناس، تبارك الله، نطلب الله تيسير الخوت. تبارك الله، الشيء اللي عطى الله هو الاخوان تبارك الله، واللي بغى الاخوان راه مرحبا بالخوت، تبارك الله، السلعه راه زوينه. تبارك الله، سلعة مقادة الخوت، تبارك الله، الله ييسر، الله يكمل بالخير إن شاء الله. اللي بغى راه مرحبا بالإخوان، تبارك الله. تبارك الله، الرقم على الشاشة الخوت اللي بغاه راه مرحبا 24 راس ولكن راه الدور يجي، تبارك الله الودن قداش، تبارك الله، شي حاجة راه مليحة الخوت. بعنا هنا الله ييسر الأمور المولاها، الشيء اللي كاين هو هذا الخوت، تبارك الله. اللهم بارك يا ربي بارك يا ربي يسر امور جميع الناس تبارك الله طلبوا الله تيسر الخوت سلعه راه زوينه الخوت وداوي على راس الاخوان السلعه تبارك الله تبارك الله ونهاركم مبروك وتحياتكم من الخوت اللي كيهمو الامر راه مرحبا بالخوت مرحبا بالاخوان تبارك الله تبارك الله اللهم بارك نضرو شي دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن والله يسر امور جميع الناس تبارك الله 21.800 الخوت باش عليا 1090 درهم 1090 درهم الخوت ندورش دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن اللهم بارك الخوت الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله نسولوا لعاد الغيوه الاخوان تبارك الله شحال عاد مولا داير الاخوان تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير شحال اود عم السلام عليكم كيف المعلم بخير صحيح مزيان العربي شحال كيقول في الثمن هو 37 و400 ونسبة شحال كتقول في الثمن 36 36 الاخوان اللي عاطينا الخوت هنايا تبارك الله 1800 درهم الخوت يا ربي يبارك نعم سيدي الحاج مرحبا كي داير عم الحاج لاباس صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يستر الحاج تبارك الله اللهم يستر الامور الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله 36800 درهم الخوت تبارك الله يا ربي يسر الله يكمل بالخير ونطلب الله السلامه والتيسير الخوت هادشي اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله سلعه زوين الخوت اللي بغا يديها الله فيها الاخوان تبارك الله ديرتها هذا الاخوان هذا تبارك الله اللهم بارك يا ربي يسر امور الله يدير الخير جميع الناس تبارك الله 36800 درهم وندورش دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن هذاك الخوت الله يدير الخير اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله وغنسولوا هذا اخر خوت على هاد خمسه الخرفان شحال الثمن ديالهم الله يسر امور ود العام السلام عليكم يدير العام بخير صحيح مزيان الله يحفظك شحال الثمن باش يكونوا طايحين عليك ولا؟ ثلاثة ب 8 ب 244 هادو من هالجهة والجوج الآخرين بعدهم؟ إيه بوحدهم بشحال؟ هادوك ب 91 هادو الإخوان راه ب 91 تبارك الله 4550 درهم الخوت تبارك الله وهادو قلت لي شحال؟ هادو 44 هاد الإخوان هاد ثلاثة الخوت راه ب 44 2200 درهم الخوت تبارك الله هادشي اللي عطى الله هو هذا الخوت تبارك الله والله يسقم جميع الناس تبارك الله هاد الخوت راه ب 91 نعاود لكم الاخوان 91 4550 درهم وهاد الخوت الثلاثة ب 44 2200 درهم الله يرحم الوالدين كنشكرك بزاف الله يحفظك ندورو الخوت شي دورة في السوق ونشوفو الثمن الله ييسر الامور الخوت الله يدير خير الله ييسر الامور تبارك الله ونصورو الحديدة حديدة السلام عليكم كدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن ديال هاد الحديدة؟ والله حديدة أربعة شحال؟ المشرى المشرى الخوت 44 2200 درهم الخوت هادو فيهم ثمن زوين الاخوان تبارك الله اللهم بارك ولكن كيف شفت عصاب ديال الحبوبه الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يسر امور جميع الناس تبارك الله ونطلب الله تيسير الخوت تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك الاخوان تبارك الله 44 2200 درهم لكن فيهم شي عصاب ديال الحبوبه الخوت اللهم يسر الامور الله يدير الخير وندورش دور الخوت في السوق ونشوفوا الثمن اللهم بارك الخوت الله يدير الخير سلعة الخوت هذه ديال الدراويش الاخوان تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير سلام سلام السلام عليكم نعم مبروك هذا كي دير تهاني صحيح مزيان الله يحفظك شحال هاد الدريسه اخي 35 تبارك الله 35 الاخوان اللهم بارك الله يدير الخير ها والله لا سمح لنا تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير الخير 35750 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله سي عزيز ماك شفت 500 واش بعتي لي؟ ها؟ بعتي لي واحد الله يسر شحال بعتي لي؟ 33 سير الله يسر واه واحد شوف مالو ما خرجش هذاك؟ كله ديال الله ارا شوف جيش لا جي
تبارك الله، الله يبارك. شد بوس انا شد عبر الزاق شد عرفنا ما شد الله يحفظك ودا العم المعقول الله يعزك. تلاف ديال الرباح الغربية ديال البارح ما تبرجتيش سير الله يسر تبارك الله الحولية كاملة اي بصراحة والعطوية والله يسر اخو عبد السلام الله يجيب السلامة مبارك الخوص الله يدير خير الله يسر الامور تبارك الله. السير قايد السلام عليكم كي داير عز بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك. كي جا هذيك جمعة العرارجة اليوم كي جا هذيك الجمعة زينة تبارك الله شحال ديتها الثلاثة هذ 184 على بشحال واحد بشحال واحد 61 و300 تبارك الله 61 و300 اخوان تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير جميع الناس تبارك الله 3065 درهم الخوت 3065 درهم الاخوان تبارك الله الواحد الخوت تبارك الله 61 و300 اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخوت تبارك الله المليح كاين المليح كاين تبارك الله الله ييسر الامور تبارك الله نطلبوا الله تيسير الخوت الله يا ربي يبارك الله ييسر الامور. الجواجه الصغيره شحال 95 و400 هذو الاخوان 95400 الخوت تبارك الله 4750 درهم و70 درهم و70 درهم غلطنا اخويا تبارك الله 94 95400 ياك قلت لي تبارك الله 4000 الخوت و770 درهم تبارك الله والله يسر برقايط الله يجيب السلامه الله يسر عليك الله يجيب التيسير ندوروا الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر الامور اللهم بارك الخوت الله يدير خير هذو حوليات الاخوان تبارك الله وغنسولهم لهم كره باعهم الله يسر الامور والعم السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك السلعه بعتيها شحال بعتيهم؟ بعناهم 104000 على 26000 26000 ريال على ديتي فيهم 800 ريال ها؟ وبحال قولها والله بحال قولها بالله ها فهمتيني تبارك الله والخوت راه كنعطاه عليه ب 25 و 800 الخوت مسكين دا فيهم 10 درهم للبياسة وحلال كما قلتي بارك الله ها الله يجعل البركه ياك والله الا بحال قولها بالله قنع تبارك الله مسكين قنع وباعهم ب 26 10 درهم للخروف الاخوان تبارك الله شوفوا الاخوان تبارك الله وكنبغي اي واحد الخوت يكتب شي كومونتير زويون على هذا الراجل الاخوان تبارك الله 25 مسكين و800 باش طيحات عليه وباع ب 10 درهم الله يستر عليه تبارك الله عليك باع ب 26000 و600 درهم الخوت تبارك الله والله الله يستر لك خويا الله يجيب السلامه الله يرحم والديك تحياتي انت الله يستر لك امين اخويا الله يبارك فيك الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير زوج حوليات الخوت عاد الاخ ديالنا تبارك الله تا هو غنشوف الثمن ديالهم الخوت الخوت المليح راه قليل شويه عدم السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الزواجه شحال 48 24000 الوحده 48 اللي قدام لهم الاخوان تبارك الله 2400 درهم الخوت اللهم يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير تبارك الله الثمن باقي اخويا هو هو خروج قليل خروج قليل الاخوان تبارك الله الشيء اللي عطى الله وادر الاخوان تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم يسر خويا الله يجيب السلامه الله يحفظك الله يعزك الله يحفظك خويا اللهم يسر ان شاء الله يسر الامور الله يسر الامور